دلوقتي هنكمل فوتو الكتريك افكت. دي تاني ظاهرة يا جماعة يمكن دراستها في المودرن فيزيكس، فوتو الكتريك افكت. قبل ما نعمل اي حاجة عايزين نعمل ديفاين للفوتو الكتريك افكت دي هي ايه. يقول لو عندي ميتال سيرفيس، ده الميتال سيرفيس، قدرت اسقط عليه لايت، لايت فولينج اون ميتال سيرفيس، كان ليبريت الكترونز. يبقى what the meaning of photoelectric effect when the light falling on metal surface can liberate electron. من مين؟ من surface of the metal. When overcome the surface potential barrier. يبقى هنا في حاجة اسمها surface potential barrier. ايه هو surface potential barrier ده؟ هو mutual attraction force between the positive ions and its electrons. يبقى الاتوم اللي على surface of the metal عاملة حاجة اسمها barrier، وسيلة حماية لمنع مين؟ الالكترونز دي من انها يحصل لها escaping او liberate اللايت انرجي. فلما هيخش هيكسر البارير ده ويقدر يحرر الالكترون دي او يعمل liberate لمين؟ للالكترون. when overcome the surface potential A barrier. كويس قوي. طب لو اللايت ده ما كانش قادر يكسر البارير، ما كانش الالكترون دي خرجت ولا لا؟ تمام. قولينا بقى يا كتب الفيزيكس، الكلاسيكال فيزيكس، قولينا ده حصل ليه. قالت لنا اللايت ده انرجي، لما نزل قدر يطلع الكترون، يبقى ليبريت الكترونز ديبندس اون intensity or time. intensity or a time regardless frequency. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الميتال ده لازم نسقط عليه ايه؟ light بintensity ايه؟ عالية، او time ايه؟ كتير. ومليش دعوة هو محتاج انهي frequency. كلام بصورة ابسط شوية، لو ده الميتال say محتاج، say مثلا محتاج blue، قالت لا البلو ده الفريكوانسي بتاعه كبير فاحنا هنديله ريد. من المعروف طبعا ان الريد الفريكوانسي بتاعه اقل من مين؟ من البلو. فقالت لي لا انا ماليش دعوة، ده مين اللي قالت كده؟ الكلاسيكال فيزيكس. قالت انا ماليش دعوة هو محتاج انهي كولر او انهي ايه فريكوانسي، انا هديله ريد. ومن المعروف ان الريد الفريكوانسي بتاعه لذا مين؟ بلو. ولو ما خرجش هديله ريد بانتنستي ايه؟ قوي، هديله ريد كتير. ولو ما عملش لايبريت الكترون هديله ريد كتير لمدة اطول، تايم كتير. ده اللي قالته مين؟ الكلاسيكال فيزيكس. يلا تاني. What's meant by photoelectric effect? Falling light on metal surface can liberate electrons when overcome the surface potential barrier. ايه هو surface potential barrier؟ ان الاتوم اللي على سطح الميتال دي حاسة بالخطر فعاملة فورس جديدة اسمها ايه؟ surface potential barrier. ها فورس between الايونز اللي جوه الاتومز البوزيتيف ايونز والإلكترون بتاعتها، وسيلة حماية جديدة ليه؟ خايفة على الإلكترون بتاعتها أكتر. فلما اللايت هينزل هيقدر يتغلب على الفورس دي ويعمل لايبريت للإلكترون. ودي ظاهرة أوريدي موجودة، دورنا في كتب مين؟
الفيزيكس، اشرح لنا يا كتب الفيزيكس ليه ده بيحصل. قالت انا ماليش دعوه الميتال محتاج ايه، ريجاردلس فريكوانسي انا هنزل عليه اي نوع من اللايت، ولو ما خرجش هزود مين، الانتنسيتي او التايم. جينا براكتيكالي نعمل كده، لقينا الموضوع ده ايه، فشل. طيب قعدنا ندور على تفسير جديد، يلا فعملنا حاجه اسمها ايه بقى، مودرن. مش احنا قلنا كلمه مودرن معناها ان في بعض الظواهر يا ما لقيناش تفسير ليها يقدرنا، او ما لقيناش تفسير ليها، او فسرناها بشكل خاطئ لم ما زبطش مع البراكتيكال اكسبيرمنت، تمام؟ فقولنا بقى يا علماء الفيزياء تفسيره ايه ده. جه عم اينشتاين عمل ايه بقى، قال لا اللي انتوا بتقولوه ده غلط، كل ميتال ليه ايه، لفريكوانسي معين. يعني ايه؟ يعني اللي محتاج بلو ده لو اديته ريد مش هيخرج، لان الريد الفريكوانسي بتاعه اقل، اديته ريد كتير برضو مش ايه، مش هيخرج، اديته ريد كتير وقت كتير برضو مش ايه، مش هيخرج. امتى يقدر يعمل لايبريت للالكترون؟ لو اديته اللي هو ايه عايزه، اللي هو مين، البلو، هيبتدي فعلا ايه يخرج. طيب لو زودنا الانتنسيتي، ايوه، قبل البلو ولا بعد البلو؟ يعني يعني لو اديت ريد اللي هو فريكوانسي اقل من بلو بانتنسيتي او تايم قطار، لا مش هيخرج. طب لو اديته بلو هيخرج. طب لو اديته بلو بانتنسيتي وتايم كتير، هيخرج ايه بقى، كتير، هيخرج ايه، كتير. يبقى الفريكوانسي هو الاساس ولا لا؟ ايوه. طب والانتنسيتي والتايم، ها، عوامل مساعده بعد مين، بعد كلمه ايه، فريكوانسي. ده اللي هنشوفه البورد الجاي. هنا بقى عايزين نشوف اينشتاين قدر ازاي يفسر ظاهره الفوتو الكتريك افكت. قال لو عندي ميتال سيرفيس الميتال سيرفيس ده لي سيرفيس بوتنشيال بارير معين، فقال سي انا هعرف الفريكوانسي اللي هو محتاجه كام. يلا تاني، لو انا محتاج بلو بلغتنا بقى احنا، يلا، من المعروف ان اللايت او الفيزبل لايت بيبتدي من الريد وينتهي بالفايلت، من 4000 انجستروم ل7000 ايه انجستروم، تمام. يعني كده الويف لينث بي ايه بيزيد، فالفريكوانسي بي ايه بيقل. لازم نخلي المعلومات دي معانا. يبقى اعلاهم فريكوانسي فايلت وبلو، اقلهم فريكوانسي ريد واورنج، ويتوسطهم يلو جرين. هنا يبقى بيقول لو انا عارف ان الميتال ده محتاج بلو، لو سمحت ما تديلوش ريد. ليه؟ مش هيخرج. طب حتى لو اديته ريد كتير بانتنستي اعلى، برضو مش ايه، مش هيخرج. طب لو اديته ريد كتير بانتنستي عالية يعني وطايم كتير، برضو مش ايه، مش هيخرج. اديته بلو، ايوه، مش ده الفريكوانسي بتاعه، ايوه، هيبتدي يخرج الكترون ولا لا؟ طب اديته بلو كتير، ايه ده، يعني الانتنستي تفرق ولا ما تفرقش؟ هتفرق. هنا بقى هيخرج الكترونز كتير ولا لا؟ طب اديته بقى فايلت،
ايوه بصلي هنا بقى، الفايلت الفريكوانسي بتاعه جريتر زان البلو ولا لا؟ ايوه، يبقى هياخد انرجي يخرج بيها وهيبقى لسه معاه انرجي، يبقى هيخرج الكترون وبقيه الانرجي يعمل بيها ايه؟ كايناتيك انرجي. بلغتنا كده البسيطه، لو محتاج بلو مش هيخرج، يبقى لو اديته ريد، لو اديته ريد مش ايه؟ مش هيخرج. ريد كتير مش هيخرج، ريد كتير وقت كتير مش هيخرج، بلو هيخرج، فايلت هيخرج وايه؟ ويحرك. عشان كده اينشتاين قال نمبر 1، فور every metal، for every metal. ليه metal؟ ما هو الظاهرة مش على غير ايه؟ المتال سيرفيس. اللي بيملك هنا free mean electrons. for every metals في حاجتين مهمين جدا، حاجة اسمها neocritical وحاجة اسمها e-work function. neocritical is the smallest frequency of light can liberate electron from metal surface. اقدر اسألك هنا، يا ترى الكريتيكال فريكوانسي هو الريد ولا البلو ولا الفايلت للميتال ده؟ يلا يبقى مين؟ البلو. اللي قبل منه ما يخرجش، وهو اللي ايه؟ يخرج، واللي بعده هيخرج وايه؟ ويحرك. طب الاي ورك فانكشن is the smallest energy of light can liberate electron from metal surface. وأضاف so when new less than new critical. new less than new critical no liberate. ليه؟ لأن الـ E هتبقى less than الـ E work function. number B، when new equal new critical that means E equal E work function. فالإلكترون لايب ريت. C، new greater than new critical so E greater than E work function so الإلكترون لايب ريت. بس سوي، هو كان سي محتاج سي 5 جول، 5 جول ده رقم كبير جدا يا جماعة، بقول سي محتاج 5 جول، أخد 8 جول، هيعمل إيه بالسرير اللي فضلين؟ الانرجي نايزر destroyed nor created but converted from one form to another. يبقى هو نزل عليه 8 جول، كان محتاج 5 عشان يحصل له لايبريت، اتبقى كام؟ 3. هيقدر يتحرك بيهم ولا لأ؟ that means ان الالكترون لايبريت and moves with kinetic energy equal. يلا نزل على 8 كان محتاج 5، خرج بكام؟ ب 3 اللي هي 8 minus 5، ال 8 دي الانرجي اللي نزلت عليه، وال 5 هي اللي كان محتاجها اللي هي الاي ورك ايه function. استنى بقى، يبقى 1 for every metal الرخصة اللي هيخرج بيها اسمها نيو كريتيكال وإي ورك فانكشن. قبل الكريتيكال ما يخرجش، عند الكريتيكال يخرج بس ما يحركش، بعد الكريتيكال يخرج ويحرك. ثم أضاف نمبر 3 بقى، قولي بقى انت قلت ديبندس اون على مين؟ الفريكوانسي. طب هل الانتنستي ما تفرقش؟ بص الكلمة دي وركز شوية، تفرق وما تفرقش. ايه ده بقى؟ يا تفرق يا ما تفرقش. عندنا بقى تفرق وما تفرقش. لو الانتنستي زادت before the critical ما تفرقش، الانتنستي تفرق ايه؟ after critical. يبقى لو اديته رد كتير مش فارقة معايا، مش خارج، انما لو اديته بلو كتير او فايلت كتير تفرق ولا لا؟ يبقى الانتنستي before the critical مات ايه؟
ما تفرقش، افتر الكريتيكال ايه تفرق. فقال سو ليبريت، بصوا الكلمه مهمه جدا، الكترون فروم ميتال سيرفيس ديبندس اون نيو كريتيكال اند اي ورك فانكشن. بصوا الكلمه اللي جايه، بصوا الكلمه اللي جايه، and then and then وبعدين. يبقى الشرط الاساسي نيو كريتيكال وايه ايه ورك فانكشن، and then intensity or time. انتوا عارفين الكلمه دي معناها ايه؟ معناها ان قبل الكريتيكال الانتنسيتي ما تفرقش، بعد الكريتيكال الانتنسيتي تفرق. يبقى الانتنسيتي افتر ذا كريتيكال فريكوانسي تفرق في الخروج ولا افشنسي الخروج؟ افشنسي الخروج. يبقى يا ريت تديله اللي هو عايزه كتير، انما لو اديته اللي هو مش عايزه مش هيستفيد حاجه، اديته اللي هو مش عايزه كتير مش هتستفيد حاجة. يبقى واحد اديله اللي هو ايه عايزه، وياريت تديله اللي هو عايزه ايه كتير. يبقى before the critical الانتنستي ما تفرقش، after critical الانتنستي تفرق. يبقى في سؤال مهم اجي اقوله لك، what did you deduce if the intensity increase before the critical؟ هتقول لي ولا حاجة. الانتنسيتي انكريز افتر ذا كريتيكال، هتقول لي الليبريشن هيزيد والكايناتيك انرجي هتزيد ولا لا، وده اللي عايزين نستخدمه في حل المسائل اللي هنشوفها البورد الجاي. من هنا عرفنا ان قانون الانرجي اوف لايت فولينج اون ميتال سيرفيس ايكوال الانرجي ورك فانكشن بلس كايناتيك انرجي. لو بصيت لي على الجراف ده لو سمحت، بين الالكترون انتنسيتي اللي هي خروج الالكترونز واللايت انتنسيتي، الالكترون انتنسيتي واللايت انتنسيتي، ايه ده الجرافين شبه بعض بالظبط. ايوه، لو قلت لك في الجراف ده نيو ليس نيو كريتيكال فريكوانسي اوف لايت less than the critical frequency، وهنا new greater than أو equal new critical. لا، هنا مهما زادت الانتنسيتي مفيش خروج للإلكترون، يعني الإلكترون مش هتخرج. يبقى خروج الإلكترون هنا equal كام؟ zero، لأن الانتنسيتي ما بتفرقش قبل الكريتيكال فريكوانسي، صح؟ أما هنا if the light frequency is equal or greater than new critical, that means when the intensity increase the electron intensity كمان increase ولا لا. تمام، طب نبص هنا جراف تاني هيفهمني الموضوع قوي، بين الكايناتيك energy والفريكوانسي، الكايناتيك energy والفريكوانسي او الفيلوستي سكوير والفريكوانسي. يلا، مش الكايناتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير؟ تمام، هنحط هنا نيو كريتيكال بيفور ذا كريتيكال فريكوانسي، بيفور ذا كريتيكال فريكوانسي نو ليبريت اوف الكترون، افتر ذا كريتيكال فريكوانسي. مش ده معناه ان هنا الاي اكبر من الاي ورك فانكشن؟ يبقى لو الاي بقت اكبر من الاي ورك فانكشن هتظهر كايناتيك انرجي ولا لا؟ يلا نعيد كلامنا اللي كان على البورد اللي فاتت، بيفور ذا كريتيكال فريكوانسي نو ليبريت، ما خرجش، عند الكريتيكال فريكوانسي خرج بس ما حركش، يعني كايناتيك انرجي ايكوال ايه؟ زيرو. بعد الكريتيكال فريكوانسي هيبتدي يخرج ويحرك ولا لا؟ تمام، طب وهنا لازم برضو ابدأ من عندي مين؟ نيو كريتيكال، قبل الكريتيكال فريكوانسي ما يخرجش،
عند الكريتيكال يخرج بس ما يحركش، يعني برضو الفيلوسيتي بكام؟ بذيو. بعد الكريتيكال فريكوانسي يخرج ويحرك ولا لأ؟ لو قال لي what does the slope means، هنا مش الـ E H نيو بتساوي H نيو كريتيكال بلس مين كايناتيك انرجي. تمام تمام. السلوب هنا يساوي ايه؟ يلا، السلوب equal كايناتيك انرجي over نيو ماينس نيو كريتيكال. طب وهنا السلوب equal velocity square over نيو ماينس نيو كريتيكال. تمام تمام. بص لي هنا كده، h نيو equal h نيو كريتيكال بلس كايناتيك انرجي، يبقى h نيو ماينس h نيو كريتيكال equal كايناتيك انرجي. هناخد ال h common، يبقى نيو ماينس نيو كريتيكال equal كايناتيك انرجي، ويبقى كايناتيك انرجي على نيو ماينس نيو كريتيكال equal ايه؟ h. يبقى الاسلوب هنا equal h. طب لو فكينا دي half m v square، هتبقى برضو بتساوي h في نيو ماينس نيو مين كريتيكال، ويبقى الفيلوسيتي سكوير على نيو ماينس نيو كريتيكال، الفيلوسيتي سكوير على نيو ماينس نيو كريتيكال هيساوي ها h over half m، يعني هتساوي 2h over m. ومن هنا لو بصيت على الجراف ده هتعرف تقول كل كلام اينشتاين، لو بصيت على الجراف ده هتعرف تقول كل كلام اينشتاين، لو بصيت على ده هتعرف تقول كل كلام اينشتاين. هنا لو الفريكوانسي للزان الانتنسيتي ما تفرقش، هنا لو الفريكوانسي ايكوال اور جريتر زان الانتنسيتي تفرق، يبقى الانتنسيتي تفرق وما تفرقش، تفرق من عند الكريتيكال وقبل الكريتيكال ما تفرقش. بص على الجراف ده وقول كل كلام اينشتاين، before the critical no librate، at the critical librate electron with kinetic energy equal zero، after critical librate electron with kinetic energy equal E minus E work function. لو بصينا على القانون ده بقى كمان نحل اي مسألة، هنشوف ده في البورد الجاي. القانون اللي هيخليني احل اي مسألة عن فوتو الكتريك افكت هو الـ E equal E work function plus kinetic energy، where kinetic energy دي يا اما بتساوي حاجة اسمها half mv square، يا اما بتساوي EV، والV ده اسمه stopping potential. هنفك الـ E، الـ energy equal h nu تساوي h nu critical plus kinetic energy. ولو طلب انا افضل، لو طلب الكايناتيك انرجي نستخدم القانون ده، ولو طلب الفيلوسيتي او الستوبينج بوتنشال برضو نستخدم القانون ده، ونجيب مين الكايناتيك انرجي الاول وبعدين نسويها بهاف ام في سكوير او اي في. وفي ناس تانية هتعوض على طول h nu equal h nu critical plus يا هاف ام في سكوير يا اي في حسب الريكوايرد والجيفن. اقدر اشيل نيو واكتب h c over lambda equal hc over lambda plus kinetic energy. بس خلي بالك خلي بالك، مش الفريكوانسي ده smallest frequency كالليبريت الكترون، يبقى دي اسمها longest wavelength كالليبريت الكترون، لان الفريكوانسي عكس الwavelength. تمام. مسألة تلم الموضوع كله، بيقول لي if light of wavelength equal 5000 angstrom falling on metal surface falling on metal surface
of critical frequency equal كذا أو E work function equal كذا. فبيقول لي يا ترى اللايت ده يخرج ولا ما يخرجش؟ نعمل إيه؟ يلا بينا نجيب هنا، مش ده الويفلينس، قدامك طريق من اتنين من خلال الويفلينس اللي هو مدهوني 5000 أنجسترو. أقدر أجيب الفريكوانسي بتاعه أو الفريكوانسي إيكوال C over lambda، وأجيب مين؟ الفريكوانسي of light، وأقارنه بمين؟ بالكريتيكال إيه؟ فريكوانسي. لو طلع أكبر من الكريتيكال يبقى بيخرج ويحرك، قد الكريتيكال يخرج بس ما يحركش بكايناتيك انرجي إيكوال Z، أكبر من الكريتيكال قلنا يخرج ويحرك، أصغر من الكريتيكال ما إيه؟ ما يخرجش. الحل التاني أسيب ده زي ما هو، ومن النيو كريتيكال مش بيساوي C over lambda longest، أجيب مين؟ lambda longest، وأقارنها بمين؟ بلامدا اللي عندي. لو لامدا اللي عندي longest than ده ما تخرجش، ها equal ده تخرج بس ما تحركش، أصغر يبقى لو طلعت 5000 دي أصغر من دي هي اللي تخرج وتإيه وتحرك. إيه ده؟ كلامك عكس الفريكوانسي. أيوة، يبقى أنت كده فهمت، ما كلامي عن الفريكوانسي عكس كلامي عن مين؟ عن الويفلينس. يبقى الفريكوانسي الأكبر هو اللي يخرج ويحرك، الويفلينس الأصغر هو اللي يخرج وإيه ويحرك، تمام؟ لأن الفريكوانسي عكس مين؟ الويفلينس.